أهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون مائل للحرارة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وحيكون بارد بالليل على كافة الأنحاء. خلينا نطمن على حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة، طمنينا وبشرينا، يا ترى الطقس النهاردة هيكون شكله إزاي؟ صباح الخير طبعا على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا بالفعل اليوم لسه مستمرين في ارتفاعات درجات الحرارة التدريجي. بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 27 درجة مئوية، اليوم متوقع أن هي ترتفع بحوالي درجتين وتكون 29 درجة مئوية خلال فترة النهار. في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس على كافة أنحاء الجمهورية. الطقس احتفنا به خلال فترة النهار هيكون مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية الغربية للبلاد، دافي على محافظات السواحل الشمالية الشرقية، حر على محافظات شمال وجنوب شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ جدا، والطقس بيكون بارد على كافة أنحاء الجمهورية. دكتورة منار، أنا عايزة أوقفك هنا، إحنا هنستمر في القصة دي لغاية إمتى؟ يعني إحنا في الربيع متخيلين إن الجو المفروض يبقى ظبط شوية، لكن إحنا دلوقتي بنمر بالفصلين على مدار اليوم، يعني بنمر بصيف الصبح وشتاء بالليل، هنفضل مستمرين في القصة دي لغاية إمتى؟ بالفعل يمكن هي الفترة دي دايما معروفة كده بالتقلبات الجوية، دايما احنا في الفترة دي بقى مش عارفين نلبس ايه خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. ده هيستمر معانا على الاقل الاعياد شم النسيم، هنفضل دايما الطقس خلال فترة النهار بيكون حار او شديد الحرارة على حسب درجات الحرارة، خلال فترة الليل بيكون بارد. بعد اعياد شم النسيم بعد درجات الحرارة تبدأ تستقر، هيبقى في النص الثاني من فصل الربيع، ساعتها كمان هنبدأ نخفف ملابسنا ونرتدي الملابس الصيفية. لكن في الفترة دي احنا لسه خلال فترات الليل الجو بارد، لسه محتفظين بالملابس الشتوية خلال فترة الليل. حتى احنا الأيام اللي جاية هنشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، أكيد ساعتها هنخفف الملابس لأن طبعا الطقس هيكون الأيام القادمة شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، فأكيد هنخفف الملابس. لكن فترات الليل هتظل فيها درجات الحرارة منخفضة، يمكن الفرق هيتجاوز ال 15 درجة مئوية بين فترة النهار وفترة الليل. احنا كمان اليوم تكونت شبورة مائية كانت كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل، وبتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح حتى سطوع أشعة الشمس. اليوم كمان فيه نشاط للرياح خلال ساعات المساء على القاهرة الكبرى وسواحلنا الشمالية، ده بيحسسني أكتر بالأجواء الربيعية خلال فترة المساء. ارتفاعات درجات الحرارة الملحوظ ده هيكون طبعا يوم الجمعة والسبت القادمين، ذروة الارتفاع هتكون يوم السبت المقبل إن شاء الله، وده هيتوافق طبعا مع شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. هتكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، ده ذروة ارتفاعات درجات الحرارة. الطقس خلال فترة النهار، طب هل هيكون في رطوبة دكتورة منار بحيث إن احنا نحس بالحرارة دي؟ أعتقد لو الرطوبة مش عالية ممكن تبقى برضو حتى لو درجات الحرارة مرتفعة لكن احنا ما نبقاش حاسين بالحر قوي. بالفعل يا استاذه منى، يمكن دي سمه اساسيه في الربيع ان حتى مع ارتفاعات درجات الحراره الرطوبه بتبقى قليله، فعشان كده احساسنا بدرجات الحراره العاليه ما بيكونش زي فصل الصيف، وده اللي هيكون معانا السبت المقبل. لو احنا ما تعرضناش مباشره لاشعه الشمس ده مش هيخلينا نحس بالاجواء شديده الحراره خلال فتره النهار، فاحنا في اول يوم رمضان هنتجنب بقدر الامكان التعرض المباشر لاشعه الشمس، ده هيخلينا يعني نشعر بدرجات حراره لو تكن 36 مش اعلى من كده بسبب طبعا نسب رطوبه المنخفضه. اكيد. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في بعض مدن ومحافظات مصر. هنبتدي بطبيعة الحال من القاهرة اللي العظمى فيها 29 والصغرى 14، الإسكندرية 29-13، مطروح 27-14، سيوة 30-13، بورسعيد 23-13، دمياط 23-13، الإسماعيلية 29-14، والسويس 29-14.
العريش العظمى فيها 22 والصغرى 12، طابة 27 14، كاترين 24 5، شرم الشيخ 30 17، الغردقة 30 17، الفيوم 29 14، بني سويف 29 13، والمية 29 12. أسيوط العظمى فيها 29 والصغرى 13، سوهاج 30 13، قنا 31 14، الأقصر 33 15، أسوان 35 درجة مئوية وهي الأعلى النهاردة والصغرى فيها 16، الوادي الجديد 32 15، شلاتين 30 15، أما حلايب العظمى فيها 26 والصغرى 18. اجمالا الجو النهارده هيكون حر، ولكن ننتظر موجه اكثر حراره في الفتره القادمه. خلينا نروح على طول لاحمد والهدير نكمل معاهم باقي فقراتنا واخبارنا. اتفضلي احمد وتفضلي هدير.